النهارده بقى هنتكلم في ايه؟ بعد ما اتكلمنا في الاختصاص الولائي اللي هو الاختصاص بين جهتي القضاء، انت كمحامي اما ان انت هترفع دعوه في القضاء العادي واما ان انت هترفع دعوه فين؟ في القضاء الاداري. يهمني جدا جدا قبل ما تبدا الخطوه تعرف انت هتتجه لاي جهه من جهتي القضاء. وحتى لو جالك قضيه في القضاء العسكري، يعني لو واحد مجند مثلا كان في الجيش، ودي بتحصل كتير، واصيب وهو في الجيش او حصل له حادثه وهو في الجيش توفى على اثرها، وبعدين جم الورثه بتوعه عايزين يرفعوا دعوه تعويض، بتحصل كتير، ويقولك انت كمحامي عشان ترفع له او ترفع لهم دعوه تعويض، اعمل ايه في الحاله اللي زي دي؟ لازم اعرف انا هروح فين في الحالة دي. أنا قدامي إن ده في وزارة الدفاع. طيب ممكن أنت يجي في بالك وبتحصل كتير إن وزارة الدفاع دي جهة إدارية، مظبوط؟ وبالتالي يبقى الدعوة التعويض بتاعتها أرفعها فين؟ ها؟ في القضاء الإداري. ده أنت هتقول لنفسك كده. لا، في الحالة اللي زي دي لازم أعرف هل القضايا العسكريين أو قضايا الورثة بتاع العسكريين مكانها في القضاء الإداري ولا مكانها في اللجان القضائية العسكرية اللي هي جهة القضاء العسكري، لأن جهة القضاء العسكري تعتبر جهة قضائية مستقلة بنص الدستور، لأن أنا عندي في الدستور الجهات القضاء، طبعا القضاء العادي اللي هي المحاكم الابتدائية والجنائية وخلافه دي جهة، القضاء الإداري اللي هو في مجلس الدولة دي جهة مستقلة، القضاء العسكري ده ايه؟ جهة مستقلة، والرابعة بتاعتهم اللي هي القضاء الدستوري اللي هي المحكمة الدستورية. وطبعا القضاء الدستوري في الغالب بيجي طبعا لما تكون هتطعن بطعن بعدم الدستورية، وطبعا لازم نعرف ان هل ينفع ان انا اذهب مباشرة للمحكمة الدستورية العليا واطعن على نص بعدم الدستورية، يعني كمحامي دلوقتي وجاني حد بيقول النص ده غير دستوري، او انا كمحامي وانا ببحث القضيه لقيت النص غير دستوري، ينفع اطلع على المحكمه الدستوريه وارفع دعوه مبتدئه امام المحكمه الدستوريه العليا واطالب فيها بعدم دستوريه القانون ده او عدم دستوريه النص ده في قانون او لائحه؟ ايه رايكم؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ لازم ايه؟ ايه هو التسلسل؟ دايما الدعوة او تحريك الدعوة امام المحكمة الدستورية العليا طبقا لقانونها، ونعرفها بالتفصيل بعد كده، تيجي بمناسبة ايه؟ لازم تحال اليها من جهة من جهات القضاء. ليس هناك لجوء مبتدأ للمحكمة الدستورية العليا، مش مثلا أنا عايز في دعوة طعن على قرار إداري بلجأ لمحكمة القضاء الإداري مباشرة، في دعوة في الجنائي سب أو قذف بلجأ للمحكمة مباشرة كمحام، إنما الدستورية العليا لابد أن تأتي عن طريق إحالة لها من إحدى جهات القضاء، والإحالة كمان ما تجيش بناء على إيه؟ إحالة من المحكمة، إما إن المحكمة من تلقاء نفسها ترى أن هذا النص غير دستوري وتحيله للمحكمة الدستورية العليا، توقف الدعوة المنظورة أمامها وتحيل الموضوع للمحكمة الدستورية العليا، والمحكمة تتولى الفصل في نظر دعوة الدستورية، سواء بقى كنت أمام محكمة مدنية أو محكمة قضاء إداري أو إحدى لجان القضاء العسكري أو الجهات المحاكم العسكرية. إذا تراءى للمحكمة اللي هي بتنظر الدعوة، يعني واحد رفع الدعوة قدام القضاء الإداري، إما أن أنت تدفع كمحامي قدام محكمة القضاء الإداري وتقول أنا بدفع بعدم دستورية هذا النص، فتعمل إيه المحكمة؟ بتبحث هذا الدفع، وإذا رأت أن هناك جدية في الدفع بمعنى أن هناك فعلا شبهة عدم دستورية، بتعمل إيه؟ مش أنا اللي أفصل فيها كقاضي إداري ولا أنا اللي أفصل فيها كقاضي مدني، لا، بأوقف الدعوة اللي أنا بنظرها إذا كانت دعوة إدارية، تقرر المحكمة وقف الدعوة اللي تنظرها وإحالة الدفع بعدم الدستورية إلى مين؟
الى المحكمه الدستوريه العليا وتصرح لحضرتك اللي هو المحامي ان انت تروح تتابع الدعوه فين؟ في المحكمه الدستوريه. وتشتغل المحكمه الدستوريه في نظر الطعن دهوة الى ان تفصل فيه، اما ان تنتهي الى عدم دستوريه القانون المطعون عليه، يعني تؤيدك في الدفع بتاعك. وفي هذه الحاله اللي بيحصل ايه؟ لو انتهت العدم الدستوريه خلاص يبقى هذا النص يعتبر كأن لم يكن منذ أن ولد، يعني كأنه نص باطل أو منعدم طالما المحكمة الدستورية أبطلته، ويبقى أنت كده كسبت الدعوة. وإما أنها ترفض لك الإيه؟ ترفض الدعوة لأنها رأت أو قررت أو حكمت بأن هذا النص دستوري، وبالتالي يبقى المحكمة الأصلية تعمل إيه؟ تستأنف نظر الدعوة، تستأنف نظر الدعوة المنظورة أمامها. دي جهة القضاء الدستوري، بيسموها جهة القضاء الدستوري، يعني هو محكمة أو قضاء دستوري بيختص بإيه؟ لو فاكرين اختصاص المحكمة الدستورية بتاعتنا، فاكرينه اللي احنا خدناه في سنة أولى حقوق في الدستوري، اختصاص المحكمة الدستورية بتختص إيه؟ بأربع حاجات. ما أنت كمحامي يا إخوانا اتفضل. ايوه ده اسمه ايه؟ ده احد اختصاص المحكمه الدستوريه العليا اللي هي تحديد الحكم الواجب النفاذ عندما يكون هناك حكمين قضائيين صادرين من جهتين قضائيتين مستقلتين. يعني ايه؟ يعني في حكم قضائي طلع من جهة القضاء الإداري وحكم نهائي وبات، وفي حكم نهائي وبات طلع منين؟ من جهة القضاء العادي، زي قضايا الضرائب. قضايا الضرائب كان في أحكام طلعت من الإدارية العليا في مجلس الدولة فأصلا في نزاع، ونفس النزاع في الضرائب برضو في حكم صدر منين؟ من محكمة النقد، فأصبح عندي جهتين إيه؟ قضائيتين. طب أي الحكمين ننفذ؟ هل ناخد بحكم القضاء الإداري ولا ناخد بحكم القضاء العادي؟ هنا بقى المحكمة الدستورية هي اللي تحدد مين؟ أي الحكمين هو اللي ينفذ؟ يعني نقول إيه؟ المحكمة الدستورية تفصل وتقول لك إن الحكم اللي واجب النفاذ هو حكم مثلا القضاء الإداري، وده اللي عملته. جت قالت ان قضايا الضرائب دي قضايا منازعات اداريه، وبالتالي الاحكام اللي تنفذ بشانها هي احكام اللي صادره منين؟ من القضاء الاداري، وبالتالي احالت كل قضايا الضرائب لمين؟ لمجلس الدوله. او وفي حاليا دلوقتي حوالي 9 ضرائب في القضاء الاداري، وطبعا في دايره متخصصه في الاداريه العليا بتنظر الضرائب كلها، حوالي نظرت يمكن من حوالي 3-4 حوالي 1.5 مليون قضيه. الشاهد ان ده اختصاص مين؟ المحكمه الدستوريه العليا. مين اللي بيطلب الاحاله الدستوريه؟ مين اللي بيدفع بذلك؟ حضرتك اللي هو المحامي. زي ما اتفقنا قلنا المحامي ده هو المفتاح اللي بيشغل القضايا وبيشغل الايه؟ وبيحرك الدعاوى امام المحاكم. حتى المحكمه الدستوريه العليا زي ما قلنا انت اللي المفروض يكون بفكرك وعقلك بتتجه لان الله النص ده غير دستوري. غير دستوري ليه؟ عشان مخالف لمبدا المساواه، عشان مخالف لمبدا حريه العباده، حريه العقيده، حريه كذا. فبتبدا انت اللي بتحرك ان في دستوريه او ما فيش دستوريه. لان المحكمه في طبعا بحكم كتر عدد القضايا في المحاكم، رغم ان القاضي من حقه ان هو ينظر او اذا تراءى له ان هو يحيل، لكن في الغالب معلش القضاء بزحمه المحاكم يمكن ما بتعرضش كتير او ما بقاش عنده وقت ان هو يفكر من نفسه النص ده دستوري ولا ايه ولا غير دستوري. ممكن اثناء المداوله احد القضاه يثير عدم دستوريه النص ويدرسوه مع بعض، لكن نادر. انما في الغالب في الغالب ان القضايا اللي بتحال الدستوريه بتحال عن طريق مين؟ عن طريق دفع من حضرتك، من احد الساده المحامين بيدفع هو امام المحكمه. ليه؟ لان هي بتبقى قضيتك وانت متفرغ لها، وبالتالي عايز تكسبها باي طريقه، فبتيجي قدام المحكمه وتقول انا بدفع بعدم دستوريه هذا النص. يعني انت اللي بتلفت نظر المحكمه لعدم الدستوريه او عدم الدستوريه. خلاص يبقى احنا كده خلصنا من القضاء الدستوري، يبقى الفصل في حكمين او الفصل في
تحديد اي الحكمين النهائيين الواجب النفاذ. في ايه تاني؟ الدستوريه العليا، الرقابه على دستوريه القوانين واللوائح، اللي احنا زي ما احنا بنقول كده اهو، انت بتدفع بعدم دستوريه القانون او لائحه، خلاص المحكمه بتشوفه بتبحثه وتحله للمحكمه، زي ما حصل في قانون العاملين المدنيين بالدوله، كانت الماده 65 الخاصه بايه؟ برصيد الاجازات، الخاصه برصيد الاجازات، كان النص ده في ايامها كان بيقرر ان الموظف اللي يطلع اجازه او يطلع معاش وليه رصيد اجازات كان بياخد ايه؟ نص القانون، نص الماده 65 دي كان بيقول لك ياخد مقابل رصيد الاجازات بتاعه بحد اقصى 120 يوم. 120 يوم. جاء احد المحامين الشاطرين الناصحين اللي زي حالاتكم كده قال لك النص ده غير دستوري. ليه؟ لاني اصلا المخالف لمبدا الحق في العمل والحق في الاجر. انت دلوقتي القانون بيقول لك ايه؟ المفروض ان انت ليك اجازات، ليك تاخد الاجازات دي ان انت تاخدها عشان ترتاح. لمصلحه مين؟ لمصلحه العمل عشان تجدد نشاطك. طب انا دلوقتي لما يجي واحد دلوقتي موظف تلاقي في نهايه مده خدمته مثلا طلع معاش على 60 عنده 1000 يوم مثلا رصيد اجازات. 1000 يوم. ازاي ياخد 120 يوم؟ طب والباقي يروح فين؟ يقول لك خلاص هو كده القانون بيقول لك كده. حد اقصى 120 يوم. طبعا زي بقول لكم كده طعن على هذا النص من احد الساده المحامين وقال لك ان ده مخالف لقاعده الاجر مقابل العمل، مخالف لمبدا المساواه. ليه؟ لان انا كده بسوي بين مين ومين؟ بين اللي اشتغل وبين اللي ما اشتغلش. طب واحد تاني يقول لك وانا اشتغل يبقى من هاخد الايه؟ المده بتاعته خلاص، ويبقى واحد اشتغل 1000 يوم وله رصيد 1000 يوم. يعني ازاي واحد يشتغل 1000 يوم وياخد مقابل 120 يوم بس؟ كلام طبعا مخالف لذلك. المحكمه شافت الكلام ده فعلا، حكمت بعدم دستوريه هذا النص، وان قاعده الاجر مقابل العمل معناها ان الاجازه دي، قالت ان الاجازه ده حق للموظف عشان يجدد نشاطه، وفي ذات الوقت اذا هذا الموظف ما خدش الاجازه يبقى لازم ياخد مقابل الايه؟ مقابل الايام اللي ما خدهاش اجازه. اما واني اديله انا 120 يوم فقط، يبقى انا كده سويت بين الموظف اللي راح نام في البيت وخد الاجازه كامله وبين اللي قعد واشتغل، وبالتالي دي عدم مساواه، وبالتالي حكمت بعدم الدستوريه. كانت بناء على مين؟ على دفع احد الساده المحامين امام المحكمه. دي اسمها الرقابه على دستوريه الايه؟ القوانين واللوائح. كل ما تشوف قانون او لائحه او نص في قانون او لائحه غير دستوري، المفروض انت بتطعن وبتدفع بذلك، والمحكمه بتصرح لك وبتبحث هذا الايه؟ هذا النص. ايضا من اختصاص المحكمه الدستوريه ايه؟ تحديد احدى جهتي القضاء الواجب او المختصه بنظر الدعوه، اللي احنا بنسميه التنازع الايجابي او التنازع السلبي. فاكرينه ولا مش فاكرينه يا اخوانا؟ المحامي لازم يجدد معلوماته، ما ينفعش ابدا اللي هيشتغل في المحاماه، لان ديك شايفه هي دي، يعني هو ده اساس عملك واساس نجاحك كمحامي، ان انت تبقى فاهم الجهاز القضائي كله بيشتغل ازاي، كيفية ممارسة المهنة ازاي عن طريق قانون المرافعات. الأجهزة القضائية لازم تعرف قانون السلطة القضائية وتشكيل المحاكم في القضاء العادي وأنواعها ونظامها واختصاصاتها، وتشكيل الجهاز القضائي في مجلس الدولة وأنواعه ونظامه وغيره، وهكذا. يعني أعرف تشكيل المحاكم وأعرف كيفية إن أنا أمارس عملي قدام المحكمة، وده كله ثم بعد ذلك يعني تعرف الإجراءات، ثم بعد ذلك عملية بقى إيه؟ تفسير القانون والقانون المختص إيه؟ ولو هرفع دعوة أرفعها إزاي؟ وفي نفس الوقت طيب النص ده طريقته إيه؟ طيب يعني حالات كتيرة. القوانين خاصة بقى في القضاء الإداري، القضاء الإداري هتجد لوائح ملهاش أول من آخر. يعني لما يجي لك موظف مثلا شغال في هيئة الكهرباء، ولا شغال في وزارة الخارجية، ولا شغال في الداخلية، وعايز يرفع دعوة معينة لأي أمر من أمور الوظيفة بتاعته، المفروض أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ ها؟ أشوف هو بيطالب بإيه؟
الاول اشوف هو شغال فين. انت شغال فين يا فلان؟ يقول لك شغال في وزاره الخارجيه. وعايز مثلا تخطوني في الترقيه وبطعن على تخطيه في الترقيه. اعمل ايه في الحاله دي؟ ده ايه؟ منازعه ايه؟ منازعه اداريه. اروح مجلس الدوله. طيب داخل بقى انا هكتب له صحيفه الدعوه، مش كده؟ عايز تكتب له صحيفه الدعوه. تلقى لاي قانون؟ او القانون اللي يحكم النزاع ايه؟ ها؟ قانون ايه؟ لازم احدد القانون الواجب التطبيق. ايه هو القانون الاداري؟ بس انهي قانون بقى؟ قانون ايه؟ العمل. ها قانون ايه؟ قانون ايه يا بنات ولا شابات ولا رجالات القانون؟ قانون ايه؟ واحد دلوقتي جالك واحد في الخارجيه وعايز يرفع دعوه تخطي في الترقيه. خلاص انا الاول عرفت ان دي منازعه اداريه. ليه؟ لانه شغال في الدوله، يعني هو موظف عام. موظف عام يبقى هروح للقضاء الاداري. اعمل ايه تاني؟ تعال اكتب له صحيفه الدعوه. مش عشان اكتب صحيفه الدعوه بحكي حكايته لمين؟ للمحكمه. لازم اقول ان فلان الفلاني المدعي يعمل بوظيفه كذا بوزاره الخارجيه من تاريخ كذا، وصل للدرجه الكذا، و و و وبتاريخ كذا صدر قرار بترقيه زملائه، وتم تخطيه في ايه؟ في الترقيه بهذا القرار دون سبب من القانون ودون كذا ودون كذا. وانا عايز ابرر للمحكمه او اوضح للمحكمه ان هذا الشخص منازعته يحكمها القانون الفلاني، يحكمها ايه؟ قانون مثلا وزاره الخارجيه اذا كان من اعضاء السلك الدبلوماسي، ويحكمها قانون، احدد القانون الواجب التطبيق. اذا كان موظف عادي يخضع لقانون الخدمه المدنيه، او موظف كادر خاص يخضع لقانون الايه؟ الدبلوماسيين. لو ضابط شرطه في قانون الشرطه اللي بيطبق على ضباط الشرطه. طب لو موظف مدني في الشرطه يختلف عن الضابط. لو قاضي، واحد جالك قاضي وتم تخطيه في الترقيه، ده يخضع لقانون الايه؟ السلطه القضائيه. ولو موظف عادي شغال في مجلس الدوله يخضع لقانون الخدمة المدنية. الشاهد من ده كله ان مش بمجرد ما يجينا اروح كاتب له وخلاص. لازم احدد ايه؟ القانون الذي يحكم النزاع. ما ينفعش يبقى واحد موظف مدني وانا اروح اكتب له من قانون كادر خاص، او واحد كادر خاص واكتب له من القانون الايه؟ الخدمة المدنية. لازم احدد الكيان القانوني لهذا الشخص. وعشان كده ابدا الايه؟ احط النصوص بتاعته. فهنا تحديد القانون المختص مهم جدا. قانون مختص يعني ايه؟ يعني لو واحد في هيئه عامه مثلا، واحد شغال في هيئه مثلا الكهرباء، ولا في هيئه التامين الصحي، ولا في هيئه تمويل المباني في وزاره التربيه والتعليم، او هيئه ابنيه المحاكم في وزاره العدل. خلي بالكم الهيئات دي كل هيئه بيبقى لها لائحه خاصه او قانون خاص بها. هيئه السكه الحديد، هيئه الطرق والكباري. الهيئات العامة في الغالب 90% منها و 99% منها بيعتبر ايه؟ له لائحة خاصة به، يعني لها قانون خاص بها. والهيئة مثلا تبقى تبع، لما اقول هيئة السكة الحديدة تبع ايه؟ تبع وزارة النقل، مش كده؟ بس في قانون لوزارة النقل، وفي لائحة خاصة لمين؟ لهيئة السكة الحديدة. لما اقول وزارة الصحة، في قانون خاص بوزارة الصحة، وفي قانون خاص بهيئه التامين الصحي، او لائحه خاصه بهيئه التامين الصحي، رغم ان الاثنين تبع ايه؟ تبع وزاره واحده. لو الموظف اللي شغال في هيئه التامين الصحي لما اجي اطبق النص بتاعه او اطبق القانون بتاعه، اطبق قانون التامين الصحي ولا قانون الخدمه المدنيه؟ اطبق قانون هيئه التامين الصحي. الشاهد ان عندنا قاعده في القانون انت كمحامي لازم تبقى فاهمها جدا، اللي هي قاعده ايه؟ الخاص يخصص العام. الخاص ايه؟ يخصص العام. يعني ايه؟
يعني طالما انا عندي قانون خاص بيا او لائحه خاصه بيا ما ينفعش ابدا اروح للقانون العام اللي هو قانون الخدمه المدنيه واطبقه طالما ان انا عندي قانون خاص بيا. صح ولا مش صح؟ وده المنطق يقول الكلام ده. نعم. لا، الخاص يقيد العام وليس العام يقيد الخاص. افهموا الحته دي. بمعنى حتى بالعقل والمنطق، انا لما بعمل لك قانون اروح اطبق القانون العام ليه وانت قانونك موجود؟ ولا يطبق العام بالنسبه للخاص، افهم الحته دي، الا في حاله عدم وجود نص في ايه؟ في القانون الخاص. لان يعني مش هينفع بقى ما تقوليش ما يجيليش واحد واقول له لا اصل انت لا في نص يحكمك في العام او انت مش هيطبق عليك العام وما عندكش نص خاص بك، يبقى ايه بقى؟ ينفع ما نرفعش دعوه؟ ينفع الراجل ده حقه يضيع؟ حتى القانون لا للقاضي ولا للمحامي. يعني انا كقاضي دلوقتي لما ادور في اللائحه بتاعه الشخص اللي عندي ده وما لاقيش نص يحكم الحاله بتاعته اعمل ايه؟ اقول ما فيش نص؟ ده اسمه انكار العداله، دي جريمه. ده انا لازم اشوف ايه بقى القاعده العامه، ان الخاص يقيد العام ولا يتم اللجوء للعام الا في حاله عدم وجود نص فين؟ في الخاص. زي ايه؟ يعني اضرب لك مثال عشان تفهمها. زي قاعدة أجازة مرافقة الزوج أو الزوجة، أجازة المرافقة بالنسبة لأسادة الجامعات، تبص تلاقي واحد أستاذ جامعة طلع مرافق مع مراته أو مراته طلعت أجازة وعايز ياخد أجازة مرافقة أو العكس، يعمل إيه في الحالة زي دي؟ دورنا في قانون تنظيم الجامعات ما فيش نص ينظم إيه؟ ينظم أجازة مرافقة الزوج. لما طلعوا القانون نسوا الموضوع ده وما حطوش النص ده خالص. نعمل ايه؟ نقول ما فيش نص؟ لا، ارجع هو في النهايه موظف عام ولا مش موظف عام؟ في النهايه موظف عام. عشان كده بنقول باختصار ان قانون الخدمه المدنيه يعتبر هو الشريعه العامه بالنسبه لايه؟ بالنسبه لقوانين الايه؟ الاداره كلها. يعني لما ما الاقيش نص يحكم الواقع بتاعتي او انا عايز ارفع دعوة كمحامي تقول لي ما عنديش نص؟ لا، ما فيش حاجه اسمها ما عنديش نص. الاول بفتح اللائحه بتاعت الشخص الموظف اللي عايز ارفع دعوة ده، لقيت نص يحكم الحاله بتاعته، اكتب بقى في صحيفه الدعوه بتاعتي ومن حيث ان ده مخالف لنص الماده كذا من قانون كذا، واشتغل على مين؟ على اللائحه بتاعته او على القانون بتاعه. ما لقيتش نص، ودي هتلاقيها كتير، عايز ترفع دعوة اجازه مرافقه زوج لواحد ولا لواحده وهو استاذ جامعه، هتفتح قانون تنظيم الجامعات مش هتلاقي النص ده. اعمل ايه بقى؟ اقول من حيث ان الماده كذا كذا من قانون الخدمه المدنيه بيقول اذا يمنح احد الزوجين اجازه لمرافقه الزوج اذا سافر احدهما للخارج مده تزيد عن 6 أشهر وكذا كذا كذا. تمام؟ يبقى استند لمين؟ لقانون الخدمه المدنيه. الشاهد ان لازم نفهم القاعده دي وتحطها يعني من بديهيات العمل في المحاماه وفي القضاء، ان الخاص يخصص العام ولا يتم الرجوع للعام الا في حاله وجود ايه؟ نص في القانون الخاص. حتى دايما لما تفتح القانون كده تلاقي دايما بنحط في اللوائح نص، بنعمل ايه فيه؟ بنقول دايما كده في القانون الخاص او اللائحه الخاص تطبق في احكام هذه اللائحه، تطبق ايه؟ احكام هذه اللائحه وتطبق احكام يطبق احكام قانون الخدمه المدنيه فيما لم يرد به نص خاص في ايه؟ في هذه اللائحه. يعني اللائحه نفسها بتقول ان يعني لربما تستجد حاجه او في حاجه ما تكونش وضعت في اللائحه، عشان نتفادى ذلك نقول ايه؟ اللائحه نفسها بتحيل لمين؟ تحيل لقانون الخدمه المدنيه، تحيل القانون العام. فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحه تطبق احكام قانون الخدمه المدنيه. تمام؟ زي الخاص برضو، القسم الخاص كله فيما لم يرد به اي نص خاص مثلا في القانون التجاري، لو ما فيش نص خاص يحكم العقد التجاري نقول ايه؟ تطبق احكام قانون ايه؟ القانون المدني، لانه يعتبر هو الشريعه العامه بالنسبه لايه؟ للقانون الخاص. اللي انا عايز اركز لكم عليه ان انت
ركن الاختصاص ده انا بركز عليه جامد لان هو بدايه الانطلاقه بتاعتك. وزي بكرر تاني احيانا كتيره المحامي ما ياخدش باله من ركن الاختصاص ويروح في رفع الدعوه في مكان وتشتغل الدعوه وبعد سنه ولا سنتين ياخد عدم اختصاص. يقعد ايه بقى؟ يبقى منظره مش كويس مع الموكل بتاعه ويبقى حتى منظره مش كويس مع نفسه، يلوم نفسه. طب انا لو تداركت دي ما عدت عليا ازاي؟ فهو الشاهد ان لازم اعرف اختصاص المحكمه، اختصاص ورائب من جهات القضاء زي ما قلنا، اختصاص القانون نفسه الواجب التطبيق، اختصاص الدائره داخل ايه؟ داخل نطاق الايه؟ الاختصاص الولائي. يعني انا هروح يعني حتى المدني تلاقي دوائر طبعا في اختصاص نوع كتير، في دوائر مدنيه، في دوائر جنائيه، في دوائر تجاريه، في دوائر اقتصاديه. لازم اعرف انا هرفع في دوائر احوال شخصيه، لازم اعرف الدائره دي انا حتى داخل نطاق القضاء العادي انا هرفع الدعوه في ناحيه. بتعرفها ازاي؟ لازم اعرف اجيب اللائحه واجيب اختصاص المحاكم. اجيب ايه؟ اختصاص المحاكم. قانون المرافعات بيحدد لي انهي دوائر مختصه. اللي عنده سؤال برضو عايز يساله لان ركن الاختصاص ده مهم جدا. اللي عنده سؤال عايز يساله يساله، عايز يكتبه في ورقه، لو هو محرج يسال يكتبه في ورقه ويجيبه. تمام. الشاهد ان انت دلوقتي بتتعلم القياده. عارفين القياده يعني ايه؟ يعني الواحد ما يسيبش حتى، لان هي دي عدة الشغل. بعد كده حكاية التفسير الموضوعي، خلي بالك وانا قلت لكم يمكن اول يوم ان قانون الاجراءات او قانون المرافعات انا في رأيي وبالنسبة للمحامي بالذات اهم من القانون الموضوعي. مش اهم يعني ايه؟ يعني كل القوانين مهمة، ولكن ما ينفعش ابدا اقعد افكر في القانون الموضوعي وفي النصوص وانا مش عارف ازاي يوصل للمحكمه. وحتى حته تاني بنقولها دايما، تفسيرك للنص الموضوعي ده تفسير خاص بك. خاص بك يعني ايه؟ يعني انت تفسر ممكن نص واحد المقصود بايه، ممكن نختلف فيه اكتر من واحد، انت تفسره بتفسير وانا افسره بتفسير وانت تفسريه بتفسير. ليه؟ لان دي وجهه نظر. وجهه ايه؟ الموضوع ده ياخد احقيه ولا ياخد رفض. وجهه حتى في المحكمه، المحكمة نفسها بتختلف في تفسير النص، تلاقي تنقسم بينها وبين نفسها. جماعة يقول لك ياخد أحقية الدعوة دي تاخد أحقية، وجماعة تاني يقول لك تاخد رفض. ليه؟ ودي ليه أسباب ودي ليه أسباب. ده اللي هو التفسير الموضوعي، مش مشكلة. وحتى لا يؤاخذ القاضي ولا المحامي، لا يؤاخذ على إنه فسر تفسير معين. ليه؟ لأن دي وجهة نظر. انما اللي تؤاخذ عليك كمحامي ايه بقى؟ ان انت ما ترفعش ترفع الدعوه، ما تعرفش ترفع الدعوه، ان انت ترفع الدعوه في مكان غلط، ان انت ترفع الدعوه بعد الميعاد، ان انت ترفع الدعوه من غير تظلم، ان انت ترفع الدعوه بدون يقول فضل ما نزعت. ليه؟ لان دي اساسيات. يعني دي ما ينفعش حتى في الـ في الـ في, الـ في قانون الادارات القانونيه وقانون هيئه قضايا الدوله اكتر حاجه بيحاسبوا عليها في التفتيش عندهم الاجراءات دي. انما لو مثلا احد اعضاء هيئه قضايا الدوله كتب مذكره والمحكمه خدت بعكسها، خلاص والله دي وجهه نظر لا لوم عليه. تمام. انما لما يجي بقى الدعوه تاخد وقف منه، خدت وقف ليه؟ عشان انت ما قدمتش الاجراءات. الطعن اترفع بعد الميعاد والدعوه خدت عدم قبول، عارف دي بيودوه في داهيه فيها. ليه؟ لان دي معلش بقى ده انت يعني خربت الدنيا من اولها، خربت الدنيا من اولها. كنفس الحكايه المحامي ان ما عرفش المواعيد وما عرفش الاختصاص وما عرفش اجراءات رفع الدعوه وما عرفش كل ما يتعلق ببدايه رفع الدعوه وتروح تاخد عدم قبول، دي كارثه بالنسبه لك انت حتى على المستوى الشخصي. وكارثه ليه؟ لان انت هتخسر الدعوه. تخيل بقى لما تروح ترفع الدعوه وتلاقي نفسك خدت عدم قبول، يعني ده المفروض محامي يضرب نفسه لا مؤاخذه، يعني لو راح وخدت عدم قبول ولا عدم قبول عشان التظلم، ما تظلمش ولا تظلم بعد الميعاد ولا رفع الدعوه على غير ذي صفه ولا رفع الدعوه وهو ملوش مصلحه. الحاجات دي كلها اللي احنا بنقول عليه قانون الايه؟ الاجراءات، قانون الشكل والاجراءات، لازم تفهمه كويس. هو شغل المحاماه، هو شغل المحاماه عشان تفتكروها دايما دي وتحطوها حلقه في قدامكم كده.
اللي هيعمل غير كده هيبدا مش عارف يعني مش هيعرف يتصرف ازاي. وحتى ده بالنسبه للقاضي، القاضي اللي ما بيفهمش الاجراءات كويس بيعك في المحكمه كتير. وبنلاحظ احكام بقى فيها اجراءات غلط وفيها كذا وفيها كذا، وازاي المحكمه تدي ويبقى مش عارف يدي، وايه الفرق بين عدم القبول والرفض، وايه الفرق بين عدم القبول وسبقه الفصل. حاجات دقيقه مهمه جدا بتميز القاضي المتميز من القاضي العادي، زي ما بتميز المحامي المتميز من المحامي العادي. عشان كده مهم انا بركز لكم على اجراءات. اجراءات هتجيبها منين؟ قانون المرافعات المدنيه والتجاريه في المدني والاداري، وقانون مجلس الدوله في القضاء الاداري، وقانون برضو ده كان فيه اجراءات في القضاء العسكري عشان لو ترفع قضيه عسكريه يبقى فاهم برضو الدنيا ماشيه ازاي. قانون حتى الاجراءات امام المحكمه الدستوريه، قانون الاختصاص، امتى بقى عارف انا ليا حق في المرافعه في المحكمه دي ولا ماليش، ينفع ادخل المحكمه دي ولا ما ينفعش. ده حاجات حتى لو مش هتشتغل دي لازم تبقى انت فاهمه على الاقل يبقى لمعلوماتك الخاصه، ما لكش عذر ابدا في قانون الاجراءات من الاخر كده. فزي ما قلنا جهات القضاء داخل الجهه الواحده في دوائر، في القضاء الاداري المحكمه في نوعيات من المنازعات، في منازعه افراد وفي منازعه موظفين. لما يجي لك واحد عايز يلغي قرار ازاله خاص بواحد من الشارع كده، ده اسمها منازعه ايه؟ افراد. ليه؟ لانه مش موظف. ففي نوعين من المنازعات، منازعات الافراد والعقود، يعني واحد مقاول، يعني واحد شخص عادي ليس موظفا في الدوله عايز يرفع دعوة، دعوة جنسية، دعوة انتخابات، دعوة ضرائب، دعوة خاصة بالإزالات، بالتراخيص، كل ده في كل الدوائر موجودة أو التخصصات موجودة فيه في مجلس الدولة. فلازم أعرف أنا هروح أنهي دايرة. طب هتقول لي بقى أنهي دايرة أروح إزاي؟ واحد الزملاء سألني الأسبوع اللي فات كده، هروح أنهي دايرة إزاي؟ في بداية، افهموا الحتة دي، في بداية كل عام قضائي بيحصل جمعية عمومية لتوزيع الدوائر واختصاصات كل دائرة. يعني لما تروح مجلس الدولة قبل ما تبدأ السنة القضائية بنعمل جمعية عمومية في شهر 9، بيتحدد في الجمعية العمومية دي عدد الدوائر وأنواعها واختصاصاتها، وبيطلع كتيب أو بيطلع قرار بتحديد الدوائر واختصاص كل دائرة. ده مهم جدا انت كمحامي مع بداية السنة القضائية يكون عندي التوزيعة دي، هيوفر عليك كتير خالص. انا خلاص حددت ان منازعة ادارية، طب اروح انهي دائرة؟ انت عندك في القضاء الاداري يعني اللي داخل القاهرة بس حوالي 28 دائرة، طب هتروح انهي واحدة فيهم؟ يعني قضايا الموظفين حوالي 12 دائرة، قضايا الافراد حوالي 12 دائرة. في افراد تراخيص، وفي افراد دعاوى انتخابيه وحقوق سياسيه وكذا وكذا، وفي افراد متعلقه بالطلبه، دايره للطلبه، وفي دايره مش عارف للمنازعات الاستثمار، وفي لازم اعرف انا هروح فين دايره. عشان ايه؟ انت تروح تكتب الدعوه وتروح توديها دايره، على الاقل هتاخد لها 3-4 شهور على ما تيجي قدام رئيس الدايره ويلاقي الدعوة دي مش تابعة، ده تابعة الدايرة مثلا 15. ها؟ ده انا لو احيلها حتى بقرار، والقانون بيجوز ان انا بين الدوائر القضاء الاداري نحيل لبعض بقرار عشان ما اقعدش برضه مش احيل بحكم. فاهمني؟ فعلى ما تيجي قدام رئيس الدايرة ويلاقيها مش تابعة وتاخد لها 3-4 شهور، يبقى انت ضيعت على نفسك 3-4 شهور وتروح يقول لك روح الدايرة التانية. وفي قضايا عين المحامي يوديها هنا ويجيبها هنا ومش عارف هو يروح فين. تمام؟ لازم اعرف ان ده محاكم بالنسبه مثلا لقضايا الافراد دي، احنا قلنا كل دايره متخصصه بكذا، تعرفها يبقى عندك من جدول توزيع الدوائر داخل القضاء الاداري. طيب داخل بقى المحاكم نفسها في نوعين من المحاكم اللي هو الاختصاص النوعي، في محاكم قضاء اداري وفي محاكم اداريه وفي محاكم اداريه. ايه الفرق بين المحكمه الاداريه وبين محاكم القضاء الاداري او دوائر القضاء الاداري وبين الإدارية العليا وبين المحكمة التأديبية؟ لازم أفهم الكلام ده كله. لما يجي لك موظف طلع له قرار فاصل،
رفع له الدعوة فين؟ ها؟ في المحكمة إيه؟ قرار فاصل. ها؟ المحكمة التأديبية. المحكمة إيه؟ التأديبية. وفي مش كل القرارات الفصل محكمة تأديبية. مش كل قرارات إنهاء الخدمة محكمة تأديبية. في إنهاء خدمة مثلا انقطاع عن العمل، واحد غاب طبقا للقانون، يقول لك لو واحد غاب 15 يوم متصلة تنهى خدمته الانقطاع عن العمل، ولو 30 يوم منفصلة تنهى خدمته الانقطاع عن العمل. ده إنهاء خدمة. طب واحد تاني ارتكب مخالفات حولوه للتحقيق وبعدين حولوه للمحكمة التأديبية، أو طلعوا له قرار فصل، ده هيطعن فيه فين؟ ده اسمه فصل بالطريق التأديبي، والتاني اسمه في فصل بغير الطريق التأديبي. دول ما جالهم فين؟ اللي بغير الطريق التأديبي خاص بالمحكمة الإدارية أو محكمة القضاء الإداري حسب درجة الموظف، واللي بالطريق التأديبي تطعن فيه فين؟ في المحكمة التأديبية. وده بيحصل لبس كتير جدا، تلاقي واحد مثلا انقطع عن العمل، أنه خدمته الانقطاع عن العمل، ده قرار إداري، اسمه قرار إداري زي ما هنعرف إيه هي مقومات القرار الإداري وعناصره، قرار إداري بيطعن فيه فين؟ أمام محكمة. إذا كان موظف درجة تانية أو درجة تالتة فما دون، يعني تانية وتالتة وتانية وتالتة ورابعة وخمسة وستة، دول إيه؟ في المحكمة الإدارية. ودرجة أولى أو مدير عام أو غيره يبقى في المحكمة إيه؟ في محكمة القضاء الإداري. مين اللي يعرف الكلام ده؟ المحامي الشاطر. هتخلص الاثنين مع بعض تلاقيه بقى ايه، ممكن يكون درجة تالتة ورايح رافع له في القضاء الإداري. ودي بقى بتبقى أشد وطأة شوية من بين القضاء، من بين يعني اختلاف الدوائر وبعضها. يعني لو اختلاف الدوائر داخل القضاء الإداري بتحال بقرار، بقرار من رئيس المحكمة، يعني ممكن ما تنزلش جلسة حتى، أو لو ندر الجلسة خلاص يحيلها وقعد على المنصة. إنما لو هو موظف درجة تالتة وأنت رفعت له في القضاء الإداري، القانون بيقول لك لازم تحكم بقى بعدم الاختصاص، لازم يطلع حكم، ما ينفعش احيلها بايه؟ بالقرار. الاحاله بقرار بتبقى بين الدوائر المتناظره، يعني ايه؟ بين الدوائر الاداريه، دوائر المحاكم الاداريه. يعني واحد بدل ما يرفع امام المحكمه الاداريه في مثلا في القاهره، راح رفعها امام المحكمه الاداريه في بني سويف مثلا، ده اداريه واداريه، ممكن رئيس الاداريه اللي رفعت امامه يحيلها لرئيس الاداريه بقرار. رفع في الدائرة مثلا 10 بدل ما يرفع في الدائرة 5، ممكن يحيلها بإيه؟ بقرار، لأنه داخل دوائر متناظرة. إنما لو دوائر مش متناظرة في الحالة دي لازم يطلع بيها إيه؟ لازم حكم بقى، ما ينفعش بتاع الإدارية يحل رئيس لا دعوة من اختصاص القضاء الإداري، ما ينفعش يقول لك قررت المحكمة إحالة الدعوة لدائرة محكمة القضاء الإداري الدائرة رقم كذا، ده لازم بقى تستنى لما يروح حاجزها للحكم وبعدين يطلع حكم. طبعا على ما الحكم يطلع يعمل ايه؟ يروح الحكم يطلع وبعدين يتنسخ وبعدين يتمضم رئيس الدائره وبعدين مش عارف ايه، تاخد لك على الاقل مثلا 5-6 شهور ولا 7-8 شهور، بسبب ان انت ما عرفتش ان ايه الموظف ده ايه درجته ايه. فلما يجي لك موظف على طول اول حاجه اساله اقول له ايه؟ ايه الدرجة الوظيفية بتاعتك؟ هيقول لك انا على الدرجة التانية. اعرف انه على الدرجة التانية يبقى فين؟ محكمة الادارية. على درجة اولى محكمة القضاء الاداري. يعني دي كلها حاجات يعني يمكن تبدو انها بسيطة لكن اساسية، وهي اللي بتوجهك، هي اللي بتحدد البصرة بتاعتك. لازم اعرف ايه بالضبط درجة الموظف فين، ولازم اعرف المحكمة اللي هروحها محكمة ايه بناء على درجة، ده لو منازعة وظيفية بناء على درجة الموظف. ولازم اعرف تكييف القرار المطعون عليه ايه، يعني اكيف القرار زي ما قلت لكم كده، انهاء خدمة للانقطاع عن العمل، النتيجة واحدة انهاء خدمة، فصل بالطريق التأديبي. يعني ايه فصل بالطريق التأديبي؟ ودي يعني احيانا محامين كتير بيقعوا فيها. الطريق التأديبي ان واحد يرتكب خطأ رئيس الجهة يحيله للتحقيق
والتحية ياخد مجراه ويشتغل لحد ما يروح يحيلوا الايه؟ يحيلوا المجلس التأديب او يحيلوا للمحكمة التأديبية. ده ما بيحصل كده، يحيلوا النيابة الإدارية، النيابة الإدارية تحقق معاه وبعدين تروح محيلها لفين؟ للمحكمة التأديبية في مجلس الدولة. ده اسمه ايه؟ فصل بالطريق التأديب. تأديب ليه؟ لأن خد إجراءات التأديب كاملة زي ما قال عليها القانون. وإجراءات التأديب دي بتبدأ بالتحقيق وإجراءات التحقيق بقى بما فيها من محقق وضمانات تحقيق وحضور ممكن يحضر معاه محامي ويسمع خبرة ويسمع شهادة حد. المهمة اللي هي ضمانات التحقيق زي التحقيق كده في النيابة العامة، لازم يتحال المتهم وبعدين النيابة تراجعه بالأدلة وتراجعه بالاتهامات وتسمع شهود وممكن تحيله الخبير وممكن تحيله للتزوير، يعني ياخد إجراءات وفي النهاية تحيله المحكمة. دي اسمه التحقيق الايه؟ التأديبي. التحقيق التأديبي برضه داخل الجهة موظف يحيله التحقيق، يحقق معاه ممكن بتاع الشؤون القانونية، الشؤون القانونية يحيله النيابة الإدارية، النيابة الإدارية تاخد إجراءاتها إلى أن تحيله إلى المحكمة، والمحكمة تطلع الايه؟ الحكم بتاعها. ده اسمه ايه؟ الفصل بايه؟ بالطريق التأديب، او النيابة توصي بفصل في الحالة دي يروح مطلع له قرار فصل. طالما مر باجراءات تأديب ده اسمه فصل بالطريق التأديب. ده اطعن عليه فين؟ انا واحد اتفصل دلوقتي النيابة الإدارية حالته للتحقيق واتفصل، ده اسمه تحقيق تأديب. هيطعن فين بقى؟ جاني انا كمحامي عايز يطعن على القرار ده، اقول له على القضاء الإداري، عن المحكمة الإدارية ولا على فين؟ أيوة عن المحكمة التأديبية. أطلع عن المحكمة التأديبية، لو رحت القضاء الإداري هتاخد برضو الدعوة فترة طويلة وبعدين ترجع على مين؟ عن المحكمة التأديبية. يبقى أنت لو ضيحت نفسك وضيحت الراجل. يبقى لازم أفهم بالضبط الإيه. طيب في فصل تاني بقى بغير الطريق التأديب. يعني إيه بغير الطريق التأديب؟ واحد يطلع له قرار فصل كده في ساعات، ارتكب مشكلة ولا ارتكب خطأ، رئيس الجهة راح مطلع له قرار فصل، لا حقق معاه ولا ايه؟ ولا مر بأي حاجة. ده اسمه الفصل بغير الطريق التأديب. ده طبقا لقانون مجلس الدولة من اختصاص ايه؟ من اختصاص المحكمة الإدارية أو محكمة القضاء، يعني هو قرار إداري. قرار ايه؟ قرار إداري طالما ما تمش إجراءات تحقيق. وفي إنهاء الخدمة اللي هو الانقطاع عن ايه؟ بالانقطاع عن العمل اللي هو بيغيب مدة 15 يوم متصلة أو 30 يوم إيه؟ منفصلة. ده بيعمل إيه بقى؟ كده انقطع. المفروض القانون قال لك إيه؟ تنهى خدمته بقوة القانون، يعني الجهة الإدارية حتى ما تحلوش للتحقيق. تجاوز مدة الانقطاع طالما ما جابش عذر تقبله الجهة الإدارية طبقا للقانون، في الحالة دي يعتبر منهي خدمته بقوة القانون، يعني الجهة الإدارية ما عليها إلا أنها تطلع قرار انهاء خدمة. طبعا لا هتحقق معاه ولا ايه؟ ولا هتعمل القرار ده قرار انهاء الخدمة في الحالة دي، يعتبر قرار ايه؟ قرار اداري. يعني يطعن عليه فين؟ ها؟ في محكمة القضاء الاداري اذا كان درجة اولى فما فوق، وفي المحكمة الادارية المختصة اذا كان درجة تانية فما دون. تمام؟ مع مراعاة الاختصاص المحلي. يعني واحد شغال في دايرة في مكان تبع الأليوبية تبع بنها، يجي يرفع في مجلس الدولة هنا؟ ها؟ لو رفع هنا في مجلس الدولة اللي في القاهرة هتعمل ايه المحكمة؟ هتنظر الدعوة ولازم تديله بقى. في حالة عدم الاختصاص المحلي يعمل ايه؟ لازم يطلع حكم بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوة. تمام؟ لازم ايه؟ يرفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوة. يبقى انا كده عرفت ان داخل جهات القضاء اسمه اختصاص، ما بين جهات القضاء اختصاص ولائي، داخل جهات القضاء اسمه اختصاص ايه؟ عندي اختصاص نوعي واختصاص محلي، يعني نوع القضية. داخل الجهة الواحدة في القضاء لازم احدد انا تبع اي دائرة، اللي هو الاختصاص بقى ايه؟ التنظيمي بيسموه الاختصاص تنظيمي. يعني ما بين داخل جهاز القضاء الإداري لو هي أمام محكمة القضاء الإداري تبقى تبع أنهي دائرة، اللي هو حسب موضوع النزاع. حسب موضوع النزاع، النزاع ده إيه بالضبط؟ هل هو
ترقيات في دائرة خاصة بالترقيات والتعيينات، طيب بدلات في دائرة خاصة بالبدلات والحوافز وكذا، طيب مش عارف أجهزة مش عارف بتاع دي بدل أمراض ولا بدل عدوى ولا بدل كذا، في دائرة خاصة بكده. اللي بيحدد ده اسمه تنظيم العمل، اللي بيحدده مين بقى؟ اللي هي الجمعية العمومية بتاعت المحكمة، بتحدد عدد الدوائر واختصاص الدوائر حسب عدد القضايا اللي عندها وحسب نوع القضايا اللي ايه اللي موجودة عندها. ده بيعرفك ازاي تدخل مجلس الدولة وكيف تذهب للمحكمة المختصة، سواء اختصاص محلي او اختصاص نوعي او احيانا اختصاص قيمي. اختصاص ايه؟ قيمي. يعني ايه اختصاص قيمي؟ يعني في دوائر بتتخصص بقيمة القضية. يعني مثلا لو العقد الاداري طبقا لقانون مجلس الدولة، عقد اداري مثلا قال لك اذا زاد قيمة العقد عن 5000 جنيه، طبعا كبروها دلوقتي خلوها 50000 جنيه في نزاع بالعقد، لو زاد عن 50000 جنيه بروح فين؟ القانون قال لك من اختصاص محكمة القضاء الإداري، زي ما قال لك موظف درجة أولى من اختصاص القضاء الإداري لاختصاص العقد فيما لو أكتر من 50000 جنيه تبقى إيه؟ ده محكمة قضاء إداري، ولو أقل من 50000 جنيه تبقى إيه؟ محكمة إدارية. جالك واحد في نزاع على عقد ب40000، في الحالة دي لازم ألجأ لمين؟ للمحكمة الإدارية. فنقطة مهمة جدا أنا بركز لكم عليها، لاني هتوفر كتير. زي بالظبط لو انت عايز تروح مكان دلوقتي، لو انت فاهم الطريق ممكن تروح انك واحد يروحه في نص ساعة وواحد ياخده في ساعة ونص. ليه؟ لانه مش عارف غير ايه، مش عارف الطريق ده، ان ما تهش كمان في الطريق. انما لو هو دارس، طبعا دلوقتي في الجي بي اس بتاع المحاكمة، فيها الجي بي اس مش هيعرفك ان دي محكمة دي ولا محكمة ايه. فانت اللي لازم ايه؟ لازم تدرس وتبقى عارف اختصاصك هتتجه اي وجهة بالظبط، البوصلة بتاعت الاتجاه بتاعك. انا بركزلكوا عليه عشان من خلال العمل بنشوف مشاكل كتيرة جدا، او بنشوف يعني بيصعب علينا حال بعض المحامين اللي ما فهمش الطريق من اوله وضيع الراجل او ضيع نفسه على الاقل. تمام؟ احنا كده النهاردة نبقى دخلنا الاختصاص او دخل الاختصاص النوعي والقيمي والمحلي، هنعرف بعد كده ان شاء الله جوانب او تشكيلات الاخرى في مجلس الدولة بالتفصيل. عندنا قسمين داخل مجلس الدولة، في قسم الفتوى وفي ايه؟ وفي قسم التشريع، لان دولة يكملوا مجلس الدولة، تشكيل مجلس الايه؟ الدولة. وإن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله تعالى.